ستفكر في فعل أي شيء تقريبا لإعادة حياتك الجنسية، إنما تعيش مع ضعف الانتصاب. المسار الصحيح هو أكل الجذور مثل الجينسينج، هذا جيد، وشرب العصائر الخاصة مثل الرمان، هذا لذيذ. لكن هل أي شيء من هذه الأشياء يعمل حقا؟ هناك تأثير وهمي ضخم مع ضعف الانتصاب. يمكنني أن أعطيك أي شيء وأخبرك أنه سوف يعمل وسيعمل على المدى القصير. لهذا السبب يقول إيريك لابورد إن الدراسات القليلة التي أجريت على العلاجات العشبية ليست مقنعة، وإن هناك بعض البدائل الطبيعية لأدوية الضعف الجنسي الشائعة، خذهم بموافقة الطبيب، يمكنهم مساعدتك على الانتصاب والحفاظ عليه. ليس الأمر وكأنك تذهب إلى الغابة ثم تأكل ورقة الشجر، أنت لا تأخذهم مباشرة قبل ممارسة العلاقة، لكن هناك مقاربات طبيعية حقيقية تعمل من خلال بناء الصحة الجنسية مع الوقت. تستخدم هذه البدائل الطبيعية لأدوية الضعف الجنسي على نطاق واسع، كل يأتي مع مجموعته الخاصة من الإيجابيات والسلبيات. الرمان يعرف عصير وخلاصة هذه الفاكهة باحتوائها على العناصر الغذائية، إنها يمكن أن تساعد في توسيع الشرايين وتظل مرنة، في حين أنه لا يوجد دليل حقيقي يربطه بضعف الانتصاب، إلا أن له فوائد صحية عامة. روديولا الوردية، والمعروفة أيضا باسم الجزر الذهبي، هذا النبات هو علاج عشبي جديد نسبيا في الولايات المتحدة، قد تم استخدامه لتعزيز القدرة على التحمل والوظيفة الجنسية في الطب الشعبي الروسي لعقود. يقول إسبينوزا أنه يمكن أن يخفف من أعراض الإرهاق والضعف الجنسي، ومن غير المرجح أن يجعلك تشعر بالتوتر أكثر من بعض المنتجات الأخرى. يقول أن الآثار الجانبية ضئيلة سواء في تجربته أو في الدراسات التي شاهدها. اليوهمبي، لسنوات كان اللحاء من هذه الشجرة الإفريقية مكمل للضعف الجنسي، أظهرت بعض التجارب السريرية تحسنا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جنسية والسبب أدوية الاكتئاب. لكن قائمة الآثار الجانبية تشمل ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها والقلق. تأكد من التحدث مع طبيبك قبل تجربته. عشبة العنزة، تستخدم مقتطفات من أوراق هذه العشبة منذ فترة طويلة كعلاج للضعف الجنسي في الطب الصيني التقليدي، أظهرت دراسة واحدة على الأقل على الفئران نتائج واعدة، لكن لم يتم اختبارها على البشر بعد. يقول إسبينوزا إن العشب يعزز من الطاقة بشكل عام، ويوصي به أكثر لتحقيق التوازن في جسمك بالكامل، تم ربطه بانخفاض ضغط الدم. الجينسينج الأحمر الكوري هو علاج عشبي يستخدم على نطاق واسع في علاج الضعف الجنسي، هذا جزئيا لأنه ظهر في الدراسات لفائدة بعض الشيء، على الرغم من أن الباحثين لا يزالون غير قادرين على شرح كيفية عمله. يقول لابورد، إذا كان شخص ما يريد حقا مكملا عشبيا فسوف أوصي بالجينسينج، على الأقل لن يؤذيك. ديهيدرو آي بي أندروسيترون، قد يبدو الهرمون الذي يحوله جسمك إلى هرمون التستوستيرون أكثر المرهم الطبيعي لحياة حب متأخرة، في بعض الأحيان يمكن أن يساعد الضعف الجنسي، ولكن هذا ليس هو الحال دائما. يقول لابورد، إذا كان هرمون التستوستيرون لديك منخفضا فقد يلعب ذلك دورا في ضعف الانتصاب لديك، لكن إذا كان الأمر طبيعيا فإن إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون لن يساعدك. أحد أكثر العلاجات العشبية مبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا، يمكن لمستخلصات الجينكا بيلوبا، إن هذا النوع من الأشجار يمكن أن يعزز تدفق الدم، يستخدم على نطاق واسع لعلاج اضطرابات الدم ومشاكل الذاكرة، لكن بعض الناس يستخدمونه لعلاج الضعف الجنسي. يقول لابورد، الجانب السلبي هو أنه لا يعمل، في غضون ذلك يمكن أن تشمل الآثار الجانبية المحتملة، زيادة النزيف والتشنجات والإسهال واضطرابات المعدة. يقول إسبينوزا إنه ينصح باستخدام الجينكا للدماغ أكثر من علاج ضعف الانتصاب. الأرجينين يوجد بشكل طبيعي في الطعام ويساعد على ارتخاء الأوعية الدموية ويستخدم لعلاج مشاكل القلب. يعتقد الأطباء أنه يعزز من الدورة الدموية في القضيب، لكن إسبينوزا يقول إنه لا ينصح به كثيرا لأن الجسم يستقلبه بسرعة كبيرة. يقول أنت بحاجة إلى الكثير وتحتاج إلى تناوله كثيرا حتى يعمل. الوخز بالإبر، يقول إن العلاج بالإبر الصينية التقليدية
يعزز من تدفق الدم، غالبا ما يستخدم لعلاج الصداع المزمن وآلام الظهر، لكن وجد بعض الرجال أنه يعمل في علاج ضعف الانتصاب، بينما تدعم بعض الدراسات ادعاء الوخز بالإبر أنه يعمل من أجل الضعف الجنسي، فإن الأدلة قليلة إلى حد ما.